عملته ده استعمال اخر لمياه الخزان او المخزونه في المياه دي، انها مطلعه بالخرطوم مع اللي هو المضخه المياه لكي نعمل ما نسميه اللي هي المزرعه المجتمعيه. المزرعه المجتمعيه هنا زرعت لنا كل هذه الاشكار، اشجار الليمون الجميله اللي رائحتها بسم الله ما شاء الله. لما ناخد ورقه من هنا ونشمها زي ما انا بشمها كده، اتمنى ان انتم تشموا الريحه الجميله دي كلها، احسن من الريحة الروائح اللي انتم بتجيبوها من باريس ومن لندن ومن روما الى اخره. طبعا هناك في شجره كبيره خالص هناك اللي في النص دي، دي شجره مانجو ايضا بتروى من مياه الخزان اللي هنا هو. لا بنتكلم واتكلمنا عن في المنطقه دي في حوالي 80 خزان عايزين يصلحوا، ما بين تكلفه التصليح ما بين 6000 دولار ل 10000 دولار علشان نعمل مزارع مجتمعيه اخرى نستطيع من خلالها ان نجعل الناس يكونوا قادرين على الانتاج وعلى البيع. هنا طبعا الحاجات دي كلها ما فيش سمات بقى كيماوي وحشرات، ده هنا كله سمات طبيعي زي اللي احنا بندور عليه في اوروبا وفي امريكا بنسميه اورجانيك اللي مش عارف يبقى ثمنه كذا وكذا. هنا لا موجوده، الريحه جميله والزهر جميل والورق قوي بسم الله ما شاء الله، والشجره صحيه يعني صحتها قويه مش زي الشجر المعفن اللي احنا بنشوفه في اماكن اخرى اللي هو معتمد على الكيماويات ومعتمد على الحاجات دي كلها اللي بتقتل الشجر. فنحن بنشكر المتبرعين والمتطوعين وعمال مسلم ايش في المنطقه دي انهم في اخر رحلتي هنا هو في اليوم الجميل اللي انا قضيته في جرعل ان انا اجد حلم حياتي ان انا كيف نحول الصحراء الصفراء الى او الصحراء الحمراء او التربة الحمراء دي كلها الى 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 الى, إلى هذه الجنينة الجميلة. وده بيذكرنا بقصة الرجل ذو الجنتين لما دخل القارئ الجنة بتاعته وتنافس مع زميله وقال له لن تبيد أبدا وإني لا أظن أنها لن تبيد أبدا إلى آخره. شايفين هنا الشجر شكله جميل إزاي، شكله جميل إزاي، وكل ده من مية الخزان، كل ده من مية الخزان اللي بنته وصلحته اللي هو العون الإسلامي في بريطانيا. نشكركم جميعا أيها الإخوة والأخوات أيها الشباب، وهيا بالمزيد لكي نحول هذه المنطقة إلى جنان إلى جنان إلى جنان لكي نوفر لهم الماء الصالح للشرب والماء الصالح للزراعة والماء الصالح لتربية الحيوان لكي نمنع المرض ونحافظ على صحة أولاد الناس. وشكرا وجزاكم الله خير، وأنا سعيد جدا أن أقف جنب شجرة الليمون دي اللي ريحتها تجنن. لا مش هنا، ريحتها هنا هو. الله، شايفين يا شباب اورجانيك، يعني حاجه طبيعيه مش حاجه كيماويه زي ما احنا بناكلها بالسموم بتاعت ايه الكيماويات اللي بيحطوها لنا في الاراضي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.